وذكر حجاج العراق خبر وفاة الشاعر الكاتب إبراهيم بن العباس الصولي. كاتب العراق في عصره، أصله من خراسان، ولد سنة 176 هجرية ونشأ في بغداد. قربه الخلفاء وكان كاتبا للخليفة المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، وتنقل في الأعمال والدواوين. كان مشهورا ببلاغته وأدبه وعرف بجزالة شعره وعمق معناه. صنف العديد من الكتب. توفي في سامراء عن عمر ناهز 65 سنة. من شعره قوله لجارية كان يهواها: وعلمتني كيف الهوى وجهلته، وعلمكم صبري على ظلمكم ظلمي، وأعلم مالي عندكم فيردني هواي إلى جهلي فأرجع عن علمي.